وهي المنظار، الصورة تتكلم. اسمعني، هاي سيمفونية اللي بحكي عليها على طول، القرمشة، مشان انتو تبيضوا وش قدام الجماعة اللي جايين ياكلوا عنكم أوزي، خاصة إذا على طريقة أب أحمد. أخ يا ديني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وإخواتي رواد صفحة قناة شام الأصيل. الله يسعد أوقاتكم يا رب، بتمنى تكونوا بخير على طول انتوا ولادكم وأحبابكم. وما زلنا مستمرين بوصفات الشهر الكريم، وبالتعاون مع صفحة الإمارات تحب سوريا، اليوم رح نعمل وصفة كتير طيبة ومشهورة بالشام، وبتتقدم بمناسبات كتير حلوة، وبعيد من هون كمان تتقدم بمناسبات تانية، فإن شاء الله أنتوا على طول بتقدموها بالأفراح، واللي هي الأوزي. اليوم رح سويكم إياها بطريقة مبسطة بحيث أي ست بيت بتقدر تعملها، وهي أكلة كتير طيبة، بس الناس بتاكل همها لأنه في إلها شغل بورق الفيلو وعجين الفيلو. نروح على المكونات إخواني. بالنسبة للمقادير، أول شيء أنا عندي هون 3 أكواب رز، كل كوب رز بياخد كوب بازاليا. هلأ أنا حاطط لها البازاليا المتلجة. عندي هون 250 جرام سمنة. السمنة بجوز تلاقوها كتيرة، هي كتيرة على الرز، بس لأنه كمان بدنا ندهن فيها صرار الأوزي، فبدي 250 جرام. عندي ملح وفلفل ومكسرات للزينة، لوز وصنوبر، هو هذا أكتر شيء متعرف عليه، وفي ناس بيحطوا كمان بيضيفوا عليها الكاجو. وبالنسبة للحمة، هذا الشيء كمان بيرجع لكم قديش بدكم تحطوا لحمة، فإن شاء الله بيطلع تمام. بس 3 أكواب أنا هلأ هون حاطط لهم 600 جرام لحمة، وتكون لحمة مثل الفستق، يعني مثل تكون طرية مشان ما نسلقها، وإذا عندكم اللحمة قاسية فيكم تسلقوه أول. وعندي هون المكون الأساسي واللي هو عجين الفيلو أو رقائق عجين الأوزي، هذا هو كمان، هذا جاهز عندي. هيك المكوناتنا من روع التحضير. هلأ إخواني، أنا حطيت أول شيء السمنة، لكم يعني الخطوات الرز على السريع. الرز البازاليا يعني الكل بيعرف يطبخه، بس يعني أنا بقلكم الطريقة على السريع. هلأ لأنه أنا جايب لحمة طرية وفتيلة، ما في داعي أسلقها، يعني تقلاية بتستوي. عم قليها هلأ بشوية سمنة مع ملح وفلفل، قربت تستوي. هلأ بضيف البازاليا، بسم الله. نعين رحنا 3 كاسات رز، بنحط لهم 3 كاسات بازاليا، بنحركها هيك لمدة 5 دقائق بتصير جاهزة. منقيم هدول على جنب وبنطبخ الرز وبعدين بنخلطهم. انتوا هلا بتشوفوا الخطوات تبعا ان شاء الله. هلا هيك اخواني، بعد ما قليت البازاليا واللحمة لحالهم، ما منقليهم، ما بنطبخهم مع الرز حتى يحافظوا على هذا اللون الحلو الاخضر. وبنفس الوقت المقلاية عندي هون، الطنجرة عندي جاهزة، بدي أقلي الرز بنفس المرقة والسمنة تبع البازاليا نفسها. بسم الله. ما بحط له المي مباشرة، بقليه هيك شوي بالسمنة يلي قلينا فيهن اللحمة والبازاليا حتى ياخذوا النكهة ويطلع رز تدعونا عليه. وهلأ بعد ما قليت الرز بالسمنة، هلأ بدي أضيف مي مغلية على الرز. لكل كوب رز كوب وربع مي، والرز انا خالطه 2/3 طويل و3 قصير، هيك انا بشتغل. انتو فيكن تحطوا طويل على الحل او القصير المصري على الحل، انتو بتشوفوا اللي مناسب لكم بتعملوه، بس انا هيك بخلط 2/3، تطلع كتير ظريفة. ومنحط عيارهم بالملح، هدول بياكلوا تقريبا شيء معلقة كبيرة. هلا هيك صاروا تمام وامورهم بالسليم، بغطي عليهم وبشوفكم بالمرحلة اللي بعدها. هلا هيك اخواني، الرز صار جاهز عندي، شايفين ما احلاه، ما شاء الله كل رزة برزتها. وهلا منضيف البازاليا اللي قليناها قدامكم، هي واللحمة، نخلطهم هيك كلهم مع بعض، نفرد هيك على وشهم اللحمة. ضروري لما بدنا نحشي سرة الأوزي بتكون عنا الرز بارد، ما يكون سخن، لهيك أنا فردته بصينية كبيرة. هلا بحط المكسرات، هاي السنوبر وهي اللوز، ومنحرك وما نبالغ كتير بالتحريك مشان نحافظ على حبة البازاليا تبقى ظريفة. وخلطوا بإيديكم، يعني ما في مشكلة هيك، وأنا حطيت هدول بس سبحان الله بالإيدين غير. هلا بخلطهم كلهم تخليطة جاهزة تمام، وبتركهم ليبردوا، برجع لكم إن شاء الله بمرحلة كيف بدنا نعمل سرة الأوز. وهلا جينا أخواني لأهم مرحلة بالوصفة كلها. هلا جبنا ربطة الورق العجين، وبتخلوا قدامكم
ماشي رطبة، هذا ما له روح دغري بيطقطق وبيتكسر وبيبس معكم. فأنتوا دغري بس تطلعون دغري بتغطوهم بماشي رطبة، نفرد هيك. شوفوا ما أسهلها، لا حدا يأكل همها، ما في أسهل منها أبدا. ها هي هي الرطة بتجي تقريبا، في منهم 12 في منهم 16 طبقة في منهم 14. بنحاول نفلقها، ناخد ورقة واحدة، هاي الورقة مثل ما هي حطيناها على النص، وكمان قلبة تانية هيك، يعني بيصيروا أربع وراء هيك تمام. وعندكم زبدية بتحاولوا تجيبوها تكون هيك مقعرة مشان تطلع شكلها هيك هرمي، يطلع حلو ما تطلع هيك ما حلوة. شايفين حطينا هون، لا منحط سمنة ولا منحط شيء بالزبدية أبدا مشان ما تلزق العجينة وتتشوه. منحطها هيك ومنحاول تكون على النص. شايفين مسهلة. هلأ بجيب الرز يلي أنا مجهزه من قبل وبردناه، ومنحط بسم الله. منرص على الرز هيك مشان يعطينا شكل حلو للصرة. شوفوا ما أسهلة. نيجي منلف الورق بحيث إنه نسكرها مظبوط. سكرت كلها، شايفين؟ هيك بتأكد إنه سكر على الرز كله، ما يطلع معي الرز. عندي صينية مدهونة، رح أجيب الصينية وارجع لكم. هاي الصينية حطيت لها سمنة ومنحطها شوي بالبراد لحتى تمسك السمنة عليها، ما تكون سايحة مشان إذا حطينا الصرة هيك ما تزيح معنا ولا تتشوه إذا زاحت الصينية هيك أو هيك. تمام إخواني؟ ساوي واحدة تانية قدامكم على عيني، منساوي واحدة تانية. ها هلأ أسرع. هاي الورقة قلبناها على النص، كمان قلبة تانية. نتعامل مع هذا العجين بحذر شوي مشان ما تشق، يعني هي ولو شقت ما حتأثر، بس يعني مشان انتو تبيضوا وش قدام الجماعة اللي جايين ياكلوا عنكم أوزي، خاصة إذا على طريقة أبو أحمد. آه يا ديني آه. حطينا الرز، شوفوا منظر الرز اللي بيشهي ما شاء الله تبارك الرحمن. ها سكرنا عليهم. ها غطينا وشها للعروس. ها هيك سكرنا عليها من كل النواحي، شايفين؟ هذا كله سماكة العجين، هي ما تاكلوها، هي بدها تنقلي قلي بالفرن، يعني هي اطيب من الاكل كله. شوفوا هالشكل ما احلاه. مباشرة وقت خلصتها مباشرة بدهن بالسمنة وبسخى عليها بالسمنة، السمنة الزايدة هي بالاخير من قيمها، يعني ما بيأثر منصفيها، بس المهم مباشرة لازم تندهن بالسمنة، إذا ما بتندهن هذا الورق بيطقطق وبيباس وبيتشوه الشكل عنا. شايفينها هيك مثل ما هي بهذا الشكل؟ فينا نفرزها هيك مثل ما هي، فينا نفرزها كمان حبينا نشوي بعد شهر بعد شهرين إمتى ما بدنا، ما عنا مشكلة، بس المهم نغطيها ندهنها ونغطيها بنايلون ونحطها بصحن حتى تحافظ على شكلها مثل ما هو. هيك اخواني الصينيه صارت عنا جاهزه، هي فيها ست قطع، شوفوا شلون تركنا مسافه بيناتهم عشان يطلع ويبقى الشكل ان شاء الله 100%. هلا بناخذها على الفرن درجه حراره 200. اول شيء بنحمي الفرن على درجه حراره 250 فوق وتحت، بعدين بنهدي النار على 200 وفقط تحت لحتى يستوي السفل، بس يستوي السفل بعدين بنرفعها لفوق حتى تاخذ وش، وبتشوفوا الخطوات على كل حال. هلا بناخذها على الفرن. هلا هيك اخواني استووا من تحت، شوفوا شلون، شايفين اللون ما احلاه ذهبي. هلا بدي ارفعها لفوق على هذا الرف قبل الاخير مشان تستوي من فوق، وبتكمل من فوق ومن تحت وبتطلع ان شاء الله تمام. هلا هيك اخواني طبقنا صار جاهز، وكمان لحتى تشوفوا كمان حتى قلب الصرة شلون، كمان راح افتح وحده قدامكم. بسم الله. سمعني قبل كل شيء، سمعانين هذا هي سيمفونية اللي بحكي عليها على طول، القرمشة مو طرية ومعجنة، سمعانين. وهي كمان قبل ما افتحها شوفوا سفلة، هذا شو مثل جناح الدبور، شفتوا هي العجينة قلت لكم لا تاكلوا همها، هي بتتقرمش قرمشة ولا اطيب من هيك. بسم الله.
شوفوا هالشوف، شوفوا لي هالشوف، وشوفوا صلوا على النبي. يا عيني، يا سلام، يا سلام، اه يا ديني، اه ايشو هاد، ايشو هاد، الله يبارك، الله يبارك. شايفين شلون الرز واللحمة مفلفلة فلفلة، وهي المنظر، الصورة تتكلم مثل ما قلت لكم، شغلة إن شاء الله 100%. هي هلأ مفطر عليها بعد المغرب، وهي صحنا إن شاء الله وصفة 100%. وهيك بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، وإذا عجبتكم لا تنسوني من صالح دعائكم، وإن شاء الله ربي بيتقبل طاعتكم. وبتشكر صفحة الإمارات تحب سوريا على لفتتها الكريمة، نحن عم نعمل فيديوهات بالتعاون معهم. إن شاء الله صياماً مقبولاً وأفطاراً شهياً بإذن الله، والله يتقبل طاعة الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.